السلام عليكم مشاهدين متتبعي قناة زيو سيتي، رجعنا معكم في حلقة جديدة مطبخ زيو سيتي. ودابا الآن احنا متواجدين في واحد المنطقة كيقولوا لها صبرا، منطقة فلاحية بدرجة الأولى، غنية بإنتاج ديال الحواميض والخضار، ما شاء الله كل شيء فيها موجود. عندهم بطاطس، عندهم البطيخ، الدلاح كما كتشوفوها انتم، الليمون. المنطقة ديال زيو كيسميوه بالليمون. وهذه المنطقة هذه كتحتل المرتبة الثانية من بعد بركان في إنتاج الحواميض، ذو الجودة الغنية بزاف. ودابا حنا واحد السيد من المتتبعين ديال زيو سيتي طلبنا باش نجيو نصوروا عنده، السي مراد، كنشكروه بزاف من هذا المنبر هذا. وما شاء الله تسارينا في هذه الضيعه هذه ورائعه بمعنى الكلمه، كاع مجموعين فيها كاع انواع الفواكه، كل شيء تبارك الله متوفر، ما شاء الله جنه فوق الارض. واليوم كنقدموا لكم سلو او لا زميطه او لا السفوف، كل واحد وشنو كيسميها على حسب المنطقة ديالو. كيكون فيها طحين، ها هو كما كتشوفوا مغربلينو مزيان، قليناه حمرناه شوية في المقلاة الثقيلة المسخر. وبالنسبة هذا عاود ها هو اللوز، سلقناه وحيدنا له القشرة ديالو كما هو معروف، وسلق وقليناه في الزيت ومن بعد طحناه. هذا الزنجلان حتى هو غسلناه من بعد قبل ونقيناه وحمصناه حتى هو في النار. وهذا كاوكاو حتى هو قليناه في الزيت. وهذاك خلص اللوز ديال التزيين، هذه القرفه البلديه، هذا النافع، وهذه حبه حلاوه، وهذه المسكه الحره، وهادو خلص الكوزه. من بعد غادي نحكها وغادي نضيفها حتى هي لهذا الخليط، وسكر كلاصي باش كنديروا، المهم السكر الكافي، كل واحد على حسب الذوق ديالو، اللي بغاها حلوه بزاف كيدير لها الحلاوه كثيره، واللي بغاها ناقصه كيدير الحلاوه ناقصه. وهذه الزيت ضروري ما كنحميوها واحد شويه، كنسخنوها واحد شويه ونخليوها تبرد باش تديك الريحه ديال الزيت ما كتبقاش فيها، وكنخليوها حتى كتبرد وعاد كنجمعوها بالخليط. وعلى بركه الله دابا غادي نبداو، على بركه الله، بسم الله غادي نبداو بالطحين. هو الاول الطحين، ها هو راه مغربل من بعد ما حمرته في المسخر، ها هو مغربل. دابا من بعد ما درنا ها هو الطحين كما قلنا محمر منقي معدل، كنديروا القرفه على حسب قرفه بلديه، كنديروا تقريبا هذه جوج على حسب معلقه واحده كبيره، حيت عندني غير معلقه صغيره، جوج معلقات، ثلاثه ديال المعلقات، اربعه، المهم كنديروا اربعه ديال المعالق كبار ديال القرفه. هذا حبه حلاوه، حبه حلاوه كنديروا هذا القدر كامل، تقريبا جوج معالق كبار، جوج معالق كبار. وهذا النافع، ها هو منقي مغسول مطحون. هذه المسكه الحره، المسكه الحره ها هي كنطحنوها مع شويه ديال السكر كلاصي، حتى هي كنديروها. دابا غادي نخلطوا هادو شي شويه، كنضيفوا اللوز، كنضيفوا عاود الزنجلان، الزنجلان ها هو منقي مطحون معدل. وهذا كاوكاو، كاوكاو حتى هو قليناه في الزيت وطحناه. دابا كنخلطوا عاود هذا الشيء كامل، الكوزه على حسب الذوق، كاين اللي كيدير وحده كاين اللي يدير جوج على حسب. كنبداو نخلطوا هذا الشيء بعداك مزيان حتى كيتجانس. كنضيفوا سكر كلاصي، سكر كلاصي ها هو مغربل
مغربلناه حيت فيه داك الحبيبات. دابا كنخلطوا كل شيء. بالنسبه للزيت كنديروا الزيت قدر الكافي. بسم الله. تتبعي قناة مطبخ زي سيتي. هاي دابا السلو ديالنا راهو جد. زوقناه باللوز بهذه الطريقة هذه. والمهم كنتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم وبصحتكم، وحنا مرافقينه بقهوة والحليب. وبصحتكم وراحتكم.